أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا حلقتنا اليوم هي أخبار فلكية ورح نحكي عن انتقال عطارد من برج العقرب لبرج القوس وأهم التأثيرات والزوايا الفلكية اللي طبعا ما رح نحكي عن الزوايا بشكل كامل فعشان هيك رح نحكي إيجابيات الكوكب أو سلبياته بالنسبة طبعاً لعطارد اللي راح ينتقل تقريباً في ساعات صباح يوم الخميس الساعة ثمانية دقيقة صباحاً بتوقيت غرينتش من يوم 17-11 اللي هو يوم الخميس راح ينتقل عطارد من العقرب لبرج القوس وراح يضل في برج القوس لغاية الساعة عشرة وثمان دقائق من مساء. يوم 6/12 هاي الفترة أو خلال هاي الفترة بيشعر مواليد برج القوس خلافا عن طاقة الزهرة اللي انتقلت لإلهم والآن هاي عطارد برضو بفارق يوم انتقل لعندهم فهذا بزيد من قوة الفكر قوة الإدراك قوة تحليل الأمور آه تزداد رغبتهم في الدراسة بالمطالعة بإجراء الاتصالات بالقيام بالسفريات الضرورية بتكون عندهم القدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم بيستفيد معهم طبعا مواليد الأبراج النارية مثل الحمل والأسد والهوائية أيضا له الجوزاء والميزان والدلو وكمان كل شخص تواجد عنده عطارد في ساعة ولادته في برج القوس طبعا الأشخاص اللي بين ولدوا وبكون عطارد موجود بالقوس عندهم هدول أشخاص بكونوا منفتحين فكريا بيتقبلوا آراء وأفكار جديدة وأراء الغير بشكل جيد وعندهم قدرة على التواصل مع المجتمع بشكل قوي جدا وبحبوا السفريات يعني بحبوا السفر الهجرة تنقلات وبيتأقلموا مع أي دولة بيدخلوها طبعا الآن إيش تأثيرات عطارد لما بيدخل على برج القوس على جميع الأبراج برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر لبعيد الاتصالات البعيدة الهجرة المعاملات اللي إلها علاقة بالسفر بيستفيدوا أيضا بأمور شراء من دول أو الاستيراد والتصدير عمليات التجارة بيستفيدوا بعمليات الإقناع برضو دراسات الجامعية وامتحانات الجامعية بتصير أسهل قدرة استيعابهم أكبر وهي بتساعدهم على التعارف والنقاش حتى اللي بيشتغلوا في مجال الإعلام كمحاورين أو صحفيين بيبدعوا بالحوار بالفترة هاي وايضا هاي فتره ممتازه جدا للتواصل مع اشخاص من خارج البلاد او اقناعهم بوجهه النظر برج الثور بالنسبه لمواليد برج الثور طبعا هنا التركيز كله راح يصير على الاموال المشتركه اللي هي الاموال اللي لها علاقه بالضريبه تأمين بنك قرض ميراث، أموال الزوج الزوجة هاي الأموال اسمها أموال مشتركة أي مال بيكون معك شريك فيه يعتبر من تحت باب الأموال المشتركة فعشان هيك خلال هاي الفترة بتنصب أفكاركم حول الأمور المالية المشتركة وإدخال تحسين عليها برضو هذه الفترة ممتازة للتفاوض لحل بعض الديون أو الالتزامات أو جدول الديون مثلا أو حل قضايا إلها علاقة بالوضع المالي برج الجوزاء بالنسبه لمواليد برج الجوزاء طبعا هنا العطارد بيصير مقابلهم تماما في بيت الشراكه الماليه والعاطفيه فهنا بيميلوا تبادل الافكار والاراء مع الشركاء ان كان شركاء مال او عاطفي او حتى الامور اللي لها علاقه بالشراكات الجديده او اقناع ممولين بشيء له علاقه انهم يدخلوا شركه مثلا او حتى اقناع اثنين بيحبوا بعض طرف من الاطراف يقنع الطرف الاخر لعمليه الارتباط هاي بتصير فتره ممتازه جدا ولكن بدهم يحذروا انه شوي عصبيتهم بتكون يعني زياده شحطه او عندهم تقلبات بالمزاج في هاي الفتره برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا هاي فترة نشطة جدا على مستوى العمل وهي فترة ممتازة جدا للاشخاص اللي بي بدهم طاقة للعمل او بيشتغلوا بشغل ميداني فهاي الفترة بتعطيهم طاقة للتواصل والإقناع والتعامل مع العملاء او مع الكاستمرز او مع زملائهم حتى اللي بيبحثوا عن عمل جديد هاي فترة نشطة جدا بالنسبة لهم وسهل جدا انك انت تتحاور او تقنع الاطراف بوجهة نظرك الاهم انك تعزز علاقاتك مع زملائك في العمل لانه من خلالهم مع الزهرة التنتين هذول ممكن انك تعطي صورة افضل عن نفسك او هم يعطوا صورة افضل عنك اهم شيء انه ما تدخل بأي جدالات مع زملائك برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا هنا البيت الخامس لكم يعني نشاط عالي جدا راح يكون في عملية الترفيه أو ممارسة هواية أو تغيير جو أو سفريات بقصد النقاهة بتزداد برضو نشاطاتكم الأدبية حث أولادكم على الدراسة الحوار اللي بينك وبين المقربين لإلك إن كان أحبائك إن كان أبنائك الفترة هاي برضو على المستوى الفني اللي عندهم هوايات أدبية أو فنية برضو تعطيهم حافز جيد بشكل قوي جدا قدرة التحاور أو المفاوضات ما بينهم وبين الأحبة برضو ممتازه جدا يعني في طاقه ايجابيه عاليه بالنسبه لمواليد برج الاسد برج العذراء بالنسبه لمواليد برج العذراء برضو التركيز من عطارد شبيه لتركيز الزهره ولكن هنا بتنصب افكارهم حول الامور العقاريه زي مثل اشخاص عندهم عقار كاسد مش عارفين يبيعوه أو يأجروه ممكن يقنعوا الأطراف عشان يستأجر أو عشان يبيع برضو أو ممكن يقنع شخص بعملية أنه يبيع عقاره ويشتري منه عنده قدرة على الإقناع أثناء الحوار مع أفراد العائلة تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن تنشط بالمناسبات العائلية بشكل كبير بالفترة هاي أو إقامة حفلات أو ترتيبات أو حتى شراء أجهزة إلكترونية بتتعلق بالبيت. برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا النشاط عالي جدا عندهم على مستوى التنقلات السفريات الاتصالات وخصوصا السفريات لمسافات قصيرة يعني رحلة ثلاثة أيام أسبوع عشر أيام ولكن إنها بتسافر وبترجع لمكان نشئتك هاي الفترة بتنشطوا فيها بشكل كبير العلاقات برضو ممتازة مع المعارف مع الإخوة مع الجيران قدرة على الإقناع عالية جدا برضو بتنصب عند الأفكار او بتنصب عند الطلاب افكارهم مثلا على المطالع على بحث امور جديده او تعلم اشياء جديده في قسم من مواليد برج الميزان هنا بيركزوا على امور اللي لها علاقه بشراء سيارات او اجهزه الكترونيه بكثافه خلال الفتره القادمه برج العقرب بالنسبه لمواليد برج العقرب طبعا هنا بيت المال لالكم فعشان هيك خلال الفتره القادمه بتنصب افكاركم حول افضل الطرق لكسب المال او طريقه كيف تجيب المال او تتحاور للتحصيل على مكاسب ماليه ممكن حيويتك هاي تجيب لك هديه او دعم أو تحل مسائل مالية أو تقنع الأطراف بوجهة نظرك أو بمشروع أو بفكرة إلها علاقة بعمل معين يرد يصير مردود ماليا بالنسبة لإلك حتى ممكن تقنع أي شخص بتتحاور معاه ببيع سلعة معينة وممكن تحصل منها المكاسب ولكن بالفترة هاي برضو. بتزيد عندك المصاريف المالية وبعض التفكير في حلول لبعض الأزمات المالية برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا أنتم أكثر المستفيدين من هذا الموضوع لأنه بما أنه عطارد رح يصير عندكم معناته رح تتمتعوا بقوة الفكر والإدراك الجيد وسرعة البديهة والحدس وقدرتكم على الاقناع ممكن تقنع اي شخص بوجهه نظرك عندك طاقه عاليه جدا حيويه برضه ممتازه نشاط على مستوى الدراسه على مستوى الاتصالات على المستوى الفكري لا يعلى على الطاقه اللي موجوده عندك فعشان هيك تعتبر انت اكثر المستفيدين من وجود العطارد في برجك. برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا اكثر شغله راح ينجذبوا الها مواليد برج الجدي هي مواضيع الغامضة، مواضيع الغيبيات، مواضيع الروحانيات مواضيع الاسرار. مواضيع مكانين الناس في ايش بيفكروا ايش اللي بدور في خلدهم ايش اللي بصير في عند يعني بصير حب الفضول للاطلاع على كل شيء مخفي يعني الروحانيات بشكل اكبر نسبه كبيره من مواليد الجدي ممكن يبحثوا عنها بيحاولوا ادراكها بيحاولوا تعلمها ايجاد فلسفه خاصه فيها برضو اللي بيشتغلوا على مستوى الشركات الكبيرة ممكن يتفاوضوا أو يطرحوا أفكار جديدة وهذا الشيء رح يكون لمصلحتهم. برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعاً النشاط رح يكون كله على تبادل الآراء الأفكار مع الأصدقاء علاقات أصدقاء جدد. المناسبات والحفلات واللقاءات مع الأصدقاء اللي راح تكثر بشكل كبير قدرة إقناع أصدقائك بوجهة نظرك جذب كم هائل من الأشخاص اللي راح يلتموا حولك في خلال الفترة القادمة من الأصدقاء والمعارف هذا الشيء كله بيعطيك طاقات اجتماعية قوية بالفترة القادمة فلازم تستغل علاقاتك الاجتماعية ونشاطاتك الاجتماعية لأنه فيها المكاسب الكبيرة برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا هنا التركيز كله والفائدة كلها راح تكون بإشي له علاقة بالشهرة يعني أمور لها علاقة بالسوشيال ميديا مثلاً تنشهر بعملك تنشهر بمكانك التجاري بمركزك في من خلال العمل تترفع أو تترقى أفكارك بتفيدك في عمل جديد أو تطوير شيء له علاقة بالعمل أو إضافة لمساتك على إنجاح بعض الأمور اللي لها علاقة بالعمل برضو ما لكن هنا بتصير في طاقة غريبة موجودة عند مواليد برج الحوت اللي هم مخالفة القوانين أو المغامرات والمجازفات فعشان هيك بدك تنتبه من هاي الدفعة لأنها ممكن أنها توديك لطريق يشوه سمعتك فعشان هيك بدك تكون حذر بتحركاتك هيك بنكون انتهينا من هذا الحدث من الأخبار الفلكية بإنتقال عطارد والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء